يعني ايه يا اخويا العمليه باظت؟ اكيد في حد وزع الرجاله يا معلم. وعدنا سودة ومهببة لما الخرتيش يعرف، واللي فتح حنكه وبغبغ بالكلام الخرتيت هيقطعه ويطفح جدته لسمك البحر. المهم الرجالة اللي اتمسكوا اخدوهم ايه؟ رقبتهم فداك يا سيدي المعلمين. تقوم بالواجب وزيادة حبتين في كل بيت من بيوتهم، وما تخليش نسوانهم يحسوا ان رجالتهم بعيد عنهم. ارنب كان بيتنطط حوالينا بخير وعافية، اصطادوه ولاد الابلسة. ازيكم يا رجالة؟ الحمد لله يا حاج. الشغل ماشي عادل؟ كله عليه اسطب نفسك يا حاج، كلها ساعتين ونخلصه. لو عشت حاجة بقى كلمني في التليفون في المكتب. حاضر يا حاج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دورت يا حاج؟ يلا يا حبيبي انت هو خلص. جابر مش عايز يحسبني يومية امبارح. ليه يا كام؟ ما هو ساب الشغل ومشي يا حاج سلطان من غير ما ندوله الاوكي. يا حاج اداني تليفون قالوا ليا مراتي جالها طل، جريت على ملا وشي، لكن الحمد لله جابت لي ولي العهد. مبروك يا فاري. الله يبارك فيك يا حاج. خد ادي يوميتك وادي حلاوة المولود. يا جابر. ايوه حاج. سيبه يروح عقبال فرحك. تعيش يا حاج. ربنا يزيدك من نعمه ويوسعها في وشك يا حاج سلطان. امين يا رب. صباح الخير. صباح الخير يا حاج. ادخل. صباح الخير يا حاج سلطان. انا عم مدبول. اتفضل. والله لو سمحت تظهر لنا الشيكات دي عشان نبعتها البنك. أنا مش عارف من غيرك يا راجل عجوز، كنت أعمل إيه في حسابات الشغل؟ الله يا فندم ربنا يقوينا ويعيننا على مراعية أكل عيشنا. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حرمًا يا حاج. جمعًا إن شاء الله. إن الله. أنا اتفضلت يا حاج ومحدش هيفك دي تلانة. قول يا رب. كله على الله. إرسالية الفراخ هتوصل الجمعة دي على المكتب، والمخازن عندي على الآخر، وطمعان في كرم. أمال فين كنت بتشاون وتخزن عندهم؟ أنت الأصل يا حاج، ولولا عشان جيت ما كنتش جيت من جنيه، والثلاجات عندك 100 فل قوي. هبعتلك راجل من رجالتي تديله بونص الشحن. ربنا يعمق بيتك يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تمام كده. صباح الفل يا عدولة. اهلا. صباح الفل يا عريس. ايه اللي جابك من المخزن دلوقتي؟ تاني خلصت وكنا هنطلع على هناك. ما هنروحوا سوا. اصل الحاج سلطان عاوزك ضروري، وفي سكتنا بقى نطل على وردة نشقروا عليها. ماشي يا عريس. اوكي. قشط عليك. قلت هترجعيه يعني هترجعيه وغصب عنك كمان. يا نهار ابوك اسود ونيل، انت بتعلي صوتك عليا يا ولد. لو كنت راجل كنت كسرت دماغك وقطعت سالك زي الفرقله دي. انا يا واد لساني زي الفرقله؟ ايوه. طب والمرسى والعباس؟ الله 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 الله. ايه يا ست مجنونه؟ ايه يا ست عاليه مجنونه؟ ايه اللي حرامي؟ ايه يا حاج؟ ايه يا ست؟ الله يا عم يا عم. ايه ده؟ الله. ايه بس يا ولد. المرسى والعباس عندك ده كده يا ولد؟ ما يصحش كده. تجيبني
انت كنت فين من امبارح؟ وحشتني. مش وقته ده ولا مكانه يا ولد، ما تجننيش. حكايته ايه يا فندي ده؟ ايوه فكرتني، هو راح فين النادي ده؟ بس يا ورده بقى جيشي انا واقف. اصل انت ما انتش عارف ايه الحكايه. الراجل ده هيشترى مني راديو من 3 ايام. اه حلو حلو كويس قوي. النهارده استلمته جاي يرجعه، اصل انا بقى فاتحاها سبيل. تلاقيه خلص صوت العرب بحاله ونص البرنامج العام. يا فندي انا قلت ارجعه واسيب محمد. ايه يا فندي؟ ايه يا فندي؟ ده عجيب قوي. ها انت دفعت كام يا رايس؟ 18 جنيه يا عم. اتفضل. عجيب قوي. ادي 18 جنيه اهو. مبسوط؟ حصل خير يا عم، تشكر قوي. ساتر يا رب. مع السلامة يا ريس. يلا بالراحة على زباينك شوية يا ورد. تعرف أنا اللي ما عملتش مع الأشكال دي كده يفتكروني بنت هفية ويلعبوا بيا الكرة في السوق. ده أنت ست الناس كلها يا ورد. يا وردة نسيتك ايه؟ عادي المستنيني بره على الامه. ده كلام يا سجابر، مش واجب برضه نعزمه يشرب حاجه؟ ما هو عادل مش غريب يا وردة. طب بنقول لك ايه؟ ايه؟ ما تنساش تفوت عليا بعد الشغل عشان نروح انا وابويا نكمل بيت الشوار. اني نقدر ننسى؟ هنفوتوا عليكي بعد الشغل. سلام. سلام. سلام يا بتاع الحنان. يلا اخوي خد يا راجل طيب عشان تشبرق بنتك ورده في ليله فرحها. خد ده كتير قوي يا حاج. ده خير ربنا هو اللي كتير، ده قال لي واجب نعمله معاك. ادخل. السلام عليكم. عوقت ليه يا عادل؟ السكه زحمه قوي. امال فين جابر؟ راح المخزن. خير يا حاج سلطان؟ عنقتين باذنكم يا حاج. اذنك معاك. اتفضل يا مقبول. خير يا خال؟ قلقتين. انت حاجز بضاعه المعلم برع ليه؟ اصله انضرب في السوق وما دفعش اجره المخزن، قلنا نحجزه بيها بضاعه. دي مش اصول شغل معلمين كبار في السوق يا عادل. البضاعه دي توصل لصاحبها بسرعه، ولما ربنا يكرمه يبقى يدفع. امرك يا خال. تخطف رجلك المعلم ابو العيله هيسلمك بوال الشحن لزوم ارساليه فراخ جايه عن مركب اليوناني، هتدخل على الرصيف يوم الجمعه في الفجريه، تشد ورديه رجاله من عندنا ونشونوها في الثلاجات بتاعتنا. ايوه يا خال، بس جابر هو اللي بيفهم في امور التخليص، وهو اللي بيعرف يتفاهم مع الرجاله هناك، وهو فرح يوم الخميس على ورده. جابر الراجل بتاع الشغل وانت تسلك امورك معاه. ماشي يا خال، اللي تامر بيه، من الفجريه هنكون هناك. علمينا يا جدع. مبروك يا ست العرايس. الله يبارك فيك يا معلم. مبروك يا عريس. بجيتك الليله تسوى عند الدنيا بحالها يا حاج. وانا هنيجي نعزم منك يا راجل. تشكر يا حاج سلطان. جابر ده راجل يا زين ما اخترت بنتك. الحاج سلطان. الحاج سلطان. والليله. والليله. والعروسه. والعروسه. والعريس. والعريس. وانا. وانا. وانت. وانت. رقصت يا جابر. تمام يا خال. جابر وافق؟ طبعا يا خال، خد هذا التخليص في جيبه وقال ان طلبات الحاج سلطان اوامر. على الله ما تروحش عليه نومه. انت بترن على ايه بس؟ هي دي ليله الواحد ينام فيها؟ ما عشان كده قايم الفجريه تسيبني وتخرج. ما هو سلطان ده ما عندوش نظر ولا دم. في الدنيا عريس يسيب عروسته يوم صباحيتها؟ عيب يا ورد. الحاج سلطان ملوش ذنب برضه. هو عايز مصلحته اللي طق يطق. ده راجل افضله علينا. عليك لوحدك يا حبيبي.
وكمان بقى انت ما بتشحتش منه. انت بتاكل لقمتك بعرق جبينك. لولا انه لقاك راجل جدع وبيجي من وراك خير ما كانش بقى عليه. ماني عارف يا ورده، هينزل دلوقتي بقول حاضر وايوه دجل ما يبقى لي كلمه في السوق ونبقى سيد المعلمين بعد كده. تقوم تسيبني نهار صباحيتي؟ طب اللي هيجوا يباركولي نقول لهم ايه دلوقتي؟ قولي لهم لسه نايم وما تفتحيش الباب الا لما ارجع. لازم ده كلام يا جابر، هنأجزه اسبوع بحاله وليكي عليا مش هنسيبك الا بعد ما تزهقي مني. انا يزهق منك؟ ده انت روحي دي جلاوتك عندي بالدنيا كلها. لما ترجع ايوه. يلا جاب خلص انت الاوراق وانا هنسبعك على المغزى. وجب المعلم ابو العين لقوه فين عشان يدفع رسوم؟ احنا هندفعوها وبعدين يبقى نحاسب. اوكي ايوه. حاجه تاني؟ مع السلامه. الله يسلمك. بيقول لك شبرق بيهم ورده في الاسبوع اللي هتأجزه. ما اللي بناخده كفايه يا راجل؟ ما تكونش كده امسك. خلي والله امسك. يلا بقى احسن زمان العروسه ايه بتدعي علينا. بقول لك ايه، مش مروح؟ ولما انا وانت نروح مين اللي يقبض الرجاله دي؟ عندك حق. طيب سلام. شد حيلك يا عريس. فل يا وردة. ما لسه بادية يا تجارة. قلبك ابيض يا جميل. اوعى كده، ما تاكلش بعقلي حلاوة. بلا حلاوة بلا جبنة، ما تربى أمال يا جميل. لا. خدي، شيلي لنا دول واعملي لنا دول أنا أكلهم. إيه دول؟ فراخ. أنا بتكلموا على دول. 500 جنيه، الحاج سلطان إداهم لي. اللي أنتِ قلتي عليه ما عندوش دم ولا نظر، قال لي شبرق بيهم عروستك وردة. وداهم لك بنفسه ولا زي ما نقطك في الفرح؟ لا، بعتهم لي مع عادل. نبي سعادل ده راجل طيب وامير. واشمعنى بقى سي عادل؟ ايوه، احنا هنغيره ولا ايه؟ ما كناش نغير عليك انت يا جميل، هنغير على مين؟ اوعى كده. ومال؟ ناكل الفراخ الاول. مش هنعمله حاجه. خلاص يا ستي، يعني هنعملوها. بس وحياتك ايه، قشر لنا بصلتين وحط الميه على النار. عقبال ما نغسلوا الفراخ. قلنا مش هنعملوا حاجه.
بقالي 5 وقت وراجع على طول. تعال هنا يا بريش. الحكايه يا اخويا، هو انا وشي دي بابا ولا ايه؟ قلت لك راجع على طول. والفراخ؟ ما تعمليش فراخ ولا زفت. في مصيبة حصلت ولازم تيجي دلوقتي حالا. ادي بنكلموك من المخزن. خير في ايه؟ الفراخ لما تيجي هتعرف كل حاجة. جايلك حالا. ايوه يا عادل. ادي بنكلمك من المخزن. ايوه المخزن. مفيش وقت اسمعني انت. الفراخ في مصيبة حصلت هتودينا كلنا في حديد، تعال بسرعة. Thank you.
ايه اللي جابك انت كمان يا عادل؟ جابر ده رد تليفون ومن المخزن وقال ان في حاجه مهمه حصلت. وانا كمان اتصل بيه وقال لي الكلام ده. ايه الحكايه؟ مش عارف. مش معاك مفتاح المخزن؟ ايوه. بس هتكون هنا والباب لا يكون بالقفل زي ما انت شفت. ايوه الخال بس ده قال انه بيتكلم في التليفون ومن المخزن هنا. يعني هيكون راح فين؟ قرينا يا ترى ايه اللي حصل؟ ربنا يستر. اجابت والمرسي ابو العباس ما هنفتحولك وهنسيبوك تنام على الباب. انا قلت مش هنفتحولك يعني مش هنفتحولك. اما نشوف بقى هتعمل ايه. افتح يا ورد. انا عادل. عادل يا دي الكسوف. فين جابر يا ورد؟ معرفش. بعد ما رجع من الشغل قعد يا دوب 10 دقايق وخرج زي المجنون وقال لي انه راجع على طول. غريبة. غريبة؟ يا اخويا وقعت قلبي. في ايه يا سعادة؟ الله ما تخافيش يا ورد زمانه جاي. سايق عليك النبي يا اخويا تقول لي ايه اللي حصل؟ هو انا لو نعرف اللي حصل كنت جيت سالت عليه. على مين طمني؟ انا هندور عليه. لا وانا هيجي لي قلبي نقعد من غير ما نعرفه ايه اللي حصل لجابر. رجلي على رجلك. استنى. صباحيتي؟ يعني كبير. انا فكرت جاي بلغها انا عيل صغير. عيل صغير؟ ده جوزي يا بيه. هو جه الظهرية قعد شوية وخرج زي المجنون. ما يمكن يتخانق معاك. يتخانق معايا ده ايه؟ بقول لك يوم صباحيتي يا بيه. طب هدي نفسك شوية. اديني اسمه وسنه وعنوانه. جابر ابراهيم الشرقاوي. جابر.
سلطان. الشكر لله يا ابو العيله. مع السلامه وربنا معاك. الله يسلمك يا حاج. مع السلامه. ولا معلم اي طلبات؟ بشكر عدول. كله تمام يا خالي. تمام. يلا اقفل المخزن وقبة الرجاله. احنا بنصلي العصر في الصلاه. حرقه مقدمه يا خالي. دم على حبيبي ودراع اليمين راجل ولا كل الرجاله. ربنا يصبر. وين مسكينه؟ ما لحقتش تستنى بعرسها. هي فين عشان ناخده بخطرها؟ ورد تعالي يا بنتي. بقية في حياتك يا وردة. حياتك الباقية يا معلم. أنا مش من عزوكي، أنا بنعز نفسي. جابر كمان عز رجالتي. وأحد عليا مرتبه هيصرف لي كل شهر كأنه عايش وسطيهم. تشكر يا حاج. أنا يا معلم إذا كنت وافقت أبويا على العزا مش معنى كده إن ناري هديت. لا. أنا ناري مش هتهدى. ولا يهنى لي بال. إلا ما نعرفه مين اللي قتل جابر. ساعتها بس هنقبله العزا. عاوزك تجاوبيني بصراحة. تحت أمرك يا بيه. جوزك قصدي المرحوم ما لاحظتيش عليه حاجة غريبة في الأيام الأخيرة؟ أيام إيه يا بيه؟ أيام إيه؟ هو أنا لحقت؟ ده أنا جوزك خطف مني نهار صباحيتي يا بيه. يا بيه أنا مستعدة نعمله أي حاجة تطلبوها مني بس تمسكوا اللي قتلوه. أنت عارفة جوزك كان بيشتغل إيه؟ في المينا يا بيه مع سلطان ابو خميس وكل الناس عارفه كده. واللي ما يعرفهوش الناس. تقصد ايه يا بيه؟ الانبوبتين دول لقيناهم في هدوم جابر. جابر كان بيتاجر في المخدرات. كان راجل جدع بتاع شغل بس الشيطان شاطر. اكيد حد وزعه على سكه الحرام. ايه اللي يخلي واحد يسيب مراته تاني يوم جوازه وينزل الشغل؟ اكل العيش. اصل المعلم ابو العيله اصدق طلبيه فراخ مخزنوها عندي. ربك والحق انا كنت رافض الاول. اصل سمعته مش ولا بد. انما انا والحمد لله ما نقبلوش القرش الحرام. يا ريت الناس كلها زيك يا حاج سلطان. من اصلك يا محمود بيه؟ والفراخ لسه عندك؟ لا في المجال. فين؟ اصل المعلم ابو العيله استلمها من يومين ونزلها السوق. وسعادتك عارف الحاجات دي ما بتونش في بيعها. يعني زمانها اتاكلت واتهضمت و ويعني اخر مره كنت فيها مع جابر كانت امتى؟ لما كنا بنخزنوا البضاعه. انا ما كان ليش صاحب غير جابر. ما قطعش في حد غير انا. يبقى كنت عارف انه بيتاجر في المخدرات. جابر عمره ما حط الحاجات دي في حالكو. ده ما يمنعش انه بيتاجر فيها. جابر اتقتل جدر يا سعادل. دي حكايه تحير. بقى جابر يموت مقتول. جابر. ومش بس كده. دول لزقوا له تهمه تخلي اسمه في الوحل. وتخليني عايشه طول عمري حتى راسي في التراب. ما عاش ولا كان يا ورده. جابر مات مظلوم. وربنا ما يرضاش بالظلم ابدا. كنت ببقى عارفه. كم نفس داخل صدره وكم نفس طالع منه. هيعيش طول عمري بناره. ودنيتك. وشبابك يا وردة. وابوك الغلبان اللي محتاج لي. واكل عيشك. وجابر. جابر. جابر كان عز اصحابي يا وردة. وزي ما خدت عهد على نفسك انا بناخده عهد قدامك. وبنمد ايدي في ايدك.
لاجل ما نعرف مين اللي غدر بجابر. سايب الشغل سرحان فيها عادي. وقت حريطة صعبة أوي خير. كل حاجة في الدنيا بتتولد صغيرة وبتكبر إلا مصيبة الموت، بتتولد كبيرة ومع الزمن بتصغر. ما افتكرش إنها هتنسى جابر. دي عروسة اترملت يوم جوازها. بكرة تلاقي اللي نسيها. على فكرة يا خال، إحنا لازم نقفوا جنبها ونساعدوها. يا ابني أنا شايفك مدلوق أوي على وردة ومش هتسلم من كلام الناس. يا خال يا خالي قولي، لو فعل الخير يبقى حرام قولي، يمكن أنا ما نعرفوش. عشان يريحوك سيب لنا بقى فعل الخير، وانتبه أنت لشغلك. يلا الوردية هتغير عشان تقبض الشاهدين. أقفل المحضر في ساعته وحينه بمعرفتنا نحن محمود عبد الفتاح وكيل النائب العام وقيدة الجريمة ضد مجهول. غمض عيني على صورتك. 40 يوم من سبق بسواد الليل. وعد من قلب كوى يوم فرحته وعيون بتبكي بدل الدموع الدم. ما حيدالي بال الا ما اعرف مين اللي قتلوك واخد بطاري منهم. وحيد الله يا بنتي. لا 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 الحال ده ما يرضيش حد ابدا. انت بالشكل ده هتموتي نفسك يا ورده. النار كل ما ده بتقيد فيا يا عم. واخرتها يا بنتي؟ مش عارفه مش عارفه. ورده اذا كلم عز عندك ادخل اغسلي وشك ونامي، ومن بكره تنزلي الشغل. ازيك يا ست ورده؟ الحمد لله على السلامه. تشكر يا دحروق. الحاج سلطان بصبح عليكي وبعت لك البضاعه دي. بمناسبة ايه؟ الحاج سلطان ما بيشتغلش في اللي بنبيعوه. لكن بعتلك من اللي بتشتغلي فيه. فين الفاتورة؟ لا ما بعتش فاتورة. يبقى البضاعة دي ترجع مطرح ما جات. يلا. وانا مالي ست وردة والله، ده انا عبد المأمور. طب غور من وشي، روح قول للمأمور بتاعك ان انا ما طلبتش احسان. طول ما فيا دراع مش هنمد ايدي لحد ابدا، ومش هنخلي حد يقول ان وردة انكسرت بعد موت جابر. يا بنتي فوق نفسك بقى، جابر كان ليه علاقات بناس كتير، احنا مش عندهم. علاقات وناس؟ ناس مين يا حاج؟ ما تتكلم. استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم. ليه بس يا بنت هتخلينا اتكلم؟ اتكلم يا حاج، ولو عارف حاجه اقولها. انا خايف عليك، اللي قتلوا جابر مش واحد ولا اتنين ولا عشرة. لو 1000 راجل ان يقدهم ودم جابر مش هيروح هدر،
بس انت دلني عليهم يا حاج. يا بنت انا خايف عليك. ما تخافش اني وردة مفتحة عشان كده خايف لحد يطفك. دي سكة ضلمة واللي بيحاول ينورها الخفافيش اللي محشوشة فيها ما بتسيبوش. واني اللي حيقرب مني حيلاقي ضوافري في زمارة رقبته. لازم حد يطفك يا وردة. أنا بعت لك يا سعادة لما حسيت إن الفار لعب في عبي. ليه يا وردة؟ إيه اللي حصل؟ خالك. خالي؟ ماله؟ قلبي حاسس إنه عارف حاجة ومخبيها عليا. هيكون عارف إيه يا وردة؟ ده الحاج سلطان ده طيب قوي. كلامه معايا ما يطمنش يا سعادة. وردة، بلاش سعادة دي. أمال تحب نقول لك إيه؟ ما تفهمينيش غلط يا وردة. جابر كان عز أصحابي، وأنتِ عارفة كده كويس. عارفة. بس اللي مش عارفاه ايه هو اللي في دماغك. انت يا ورد لحم جابر وعرضه امانه وطوق متعلقين في رقبتي، واني اولى بيكي من اي حد. ودم جابر اللي لسه ما نشفش. احنا طول ما احنا متعاتين وايدينا في ايدين بعض بالحلال هنوصلوا للي احنا عايزينه. لحم جابر وعرضه اني نعرفه نصنوه كويس. أنا عارف إن كلامي جه كده خبط لازم، لكن أنا كده اللي في قلبي على لساني. وعلى العموم ياتي بالكفة التانية. يا مرحب يا مرحب يا معلم. تفضل. يزيد فضلك يا مدبولي. أمال وردة فين؟ نايم. أحسن برضه. خير يا حاج؟ خير اللهم اجعله خير. أصل الحاج سلطان الكبير زارني امبارح في المنام وكان لابس أبيض في أبيض وهتبني. قال لي واخرتها ايه يا سلطان؟ العمر بيعدي والفلوس المتلتله اللي عندك اللي كسبتها بالحلال هتعمل بيها ايه الفلوس دي؟ وبعدين؟ بعدين اختفى. لكن الشيخ علي امام الزاويه فصل لي المنام ده وقال لي لازم تتجوز. عين العقل. اللي زيي ما يحبش البهدله. لازم ياخد واحده بنت اصول تصونه وتصون شرفه وهو غايب عنها. محدش قال غير كده. عشان كده انا جيت لك برجلي. مش فاهم. انا جايب نفسي عشان تحط ايدك في ايدي ونقرا فتحة وردة. فتحة وردة؟ ايه؟ ما شرفتش يا مدبولي؟ وردة بنتي واختي وهتبقى مراتي. كلام ايه ده اللي بتقوله يا معلم؟ اهلا يا ورد. ده باعي موافقة عم مدبولي وموافقتك طبعا. والمحبة دي بانت ليه بعد موت جابر؟ ولا لون السواد خلاني احلى من الاول؟ لا الحكايه حكايه اصل والشده اللي انت فيها بينت اصل. انا هنسيبكم تفكروا. استنى يا معلم. خد رفضي معاك وانت مروح. انت غلطت في العنوان يا معلم. ايه رايك يا مدبولي؟ ورده بتتكلم الصح. جابر سابني يابا والكل طمع فيا. ليك رب اسمه الكريم يا بنتي، واذا كان على شغلي معاه حاسبهوله. واللي خلقني يا بنتي مش ممكن ينساني. ما انا يابا قلت لك اقعد وارتاح. يا بنتي انا مانيش بتاع قعاد في البيت، وكل معلمين المينا يتمنى اشتغل معاهم. يلا حبيبتي ادخل ارتاح. يلا صباح الخير يا ولد. هيجي منين الخير يا سعاد؟ ليه كفالة الشهر؟ تاني جاي ومتعشم في الخير. روح اسأل خالك. خالي برضه
يا ستي قلت لك ما يهمكيش، ده راجل طيب، شيليه من دماغي خالص. تشيلني هو من دماغه، ده عايز يتجوزني يا سعادة. عايز ايه؟ يتجوزني. صحيح اللي سمعته ده يا خالد؟ سمعت ايه؟ انت طلبت وردة للجواز؟ وفيها ايه؟ طب وكلام الناس؟ اللي عملته ده عين العقل. وردة بنت لسانها طويل وعقلها بيوش وعاوز الراجل يشكمها وقت اللزوم. كلام ايه اللي بتقوله ده يا خالي؟ كلام الناس العالين، ومش عاوزك تتكلم في الموضوع ده تاني خالص، فاهم؟ ايوه بس انا اصلي خلاص. اللي عملته معاك يا مدبولي تخرجني من بيتك وقف يا ام رعيش. ده بيت ورده يا حاج، وانا سبتها تقول رايها زي الشرع ما قال. خش. البضاعه اتشونت والشحن ان شاء الله بكره في الفجريه. على بركه الله. وانت يا مدبولي حصل خير، انت راجل جدع وطول عمرك من رجالتي، دي عشره عمر. انا نسيت اللي حصل منك وانا ناوي ترتاح. العمر ما بقاش فيه يا حاج، وهو هبقى اقعد في دكان ورده بنتي وهو هنا زي هناك. عشان كده جايب لي الحسابات في ايدك. اعمل لي الريحه يا مدبول. يا راجل يا راجل، الحاج باقي عليك وانت بايعه. سيبه على كيفه يا دحروك، هنا وهناك واحد. اعمل لي الريحه يا مدبول، وكفيتك هنصرفها لك وكل اللي تعوزه. كتر الف خيرك يا حاج. الحسابات دي ناقصه يا مدبولي. ازاي؟ الشيك ابو 30,000 جنيه مش متأيد. الشيك استلمته مني من يومين. الله، تلتها متأيد عندك، امال هيروح فين؟ الشيك ده مكتوب عليه يصرف لحامله، وكان في عهدتك بعد ما مضيت لدحروك بالاستلام. دي اخرتها، تسرقني يا مدبولي. انا؟ عيب يا حاج، عيب تقول كده؟ العيب ان انا ائتمنتك وانت تخوني. طب للبوليس. الشيك اللي سلمته المدبولي بتاعي فلوس، فلوس متاخره على المعلم ابو العلا لحاج السلطان. الشيك كان معاه صرفه بعد يومين، رحت سلمته المدبولي، مدبولي اداني الورقه دي ومضى عليها. ايه رايك يا معلم سلطاني؟ الحق يتقال، الراجل طول عمره كويس معاه، بس فاجئني انه هيشتغل مع ورده بنته، يعمل لها توسعات في المحل ويكبره. قصدك انه صرف الشيك عشان خاطر بنته؟ ما حصلش، ما حصلش. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ماما ما تعملش بنفسك كده، ده يقول لك حاجه. يا بيه يا بيه سلطان ده راجل مفتاح. يا بيه ده عمل كده عشان انا ما رضيتش اتجوزه. بقى يا بيه انت تصدق ان الراجل الطيب ده يعمل كده؟ ادخل. ايوه يا اللي صرف الشيك واحد اسمه غريب السيد غريب. الحمد لله، اظن يا بيه ده اكبر دليل على براءة ابويا. بس اتضح من البيانات اللي خدها البنك من بطاقة غريب السيد غريب ان صاحب الاسم ده مات من 3 سنين، وكمان قضية تزوير في اوراق رسمية. تقصد ايه يا بيه؟ اقصد ان مدبولي بعد ما مضى على استلامه للشيخ من دحروج راح صرفه. لا لا لا، ما حصلش ما حصلش. وده بعد ما شال صورة صاحب البطاقة المتوفي وحط صورته مكانه. لا، علشان يبعد الشبهة عن نفسه. لا يا بيه، لا، ده السلطان هو اللي عمل كده يا بيه. حرام عليك، انا ابويا مش ممكن يسرق ابدا. ابويا مش حرامي. لا لا يا بيه، حرام عليك، انت ظالم. حرام عليك يا بيه. حرام عليك انت. وقد وصل المحضر في ساعته وحده، وامرنا بالحبس المتهم مدبولي عبد الفتاح اسماعيل 4 ايام على ذمة التحقيق. مدبول ظلم والله ظلم. وبعدين يا سعادة، انا ظهري قرب ينحني من كتر المصايب اللي عماله تحل عليا وما بتحشفوا منها. يا ناس ايه؟ يا ناس
اهدي بس يا مجد، وكل حاجه هتتحل ان شاء الله. تتحل ازاي يا اخويا؟ تتحل ازاي وخلف راكب راسه؟ يا ناس يا ناس، ابويا هيروح مني، يا ناس يا ناس، ابويا هيروح مني. اذا كان على الفلوس انا هدبرها لك. دبرها؟ ده مبلغ كبير قوي يا سعاده، هتجيبه منين يا اخويا؟ اني عشانك وعشان عم مدبولي هنركب السعر. ونسددها ازاي؟ نسدده ازاي؟ نسدد ازاي؟ واذا سددتهم يبقى ابويا طلع حرامي بحقه وحقيقي، ولما انقبض عليه يرجع الفلوس. لا لا يا تعادل، لا يا اخويا، ابويا لازم يطلع براءه. بس انت خليك جنبي، اذا كنت بتهزني بصحيح تعال معايا نروح لخالك نتفاهموا معاه. اصل ايه يا سعاده ما تتكلم؟ ورد انا عايزه تنسي كل حاجه قلتها لك بخصوص حكايه جوازنا دي. على نفسك لما تقول اتجوز اللي ابوها حرامي ولا تقولك انت وخالك عليا. عيب يا ورد. عيب؟ عيب ايه وزفت ايه؟ هو انت بتفهمه بالعيب ولا تعرفه العيب؟ مع السلامه يا سعادل. ورد مع السلامه يا سعادل وكتر خيرك. فل يا وردة. معلمك فين؟ مأجز له يومين، أصله بعافية شوية. واجب نزوروه، اديني العنوان. ما نقدروش. ليه؟ لازم أسأله الأول. طب ما تسألوه. ألو؟ أمال؟ قول له أليستا يا سيد الرجالة. بس وردة هنا بتقول عاوزة تزورك. ندوها العنوان؟ وجب. رايحة زيارة خصوصي ولا شغل؟ حاجة ما تهمكش يا خفيف. سيد الرجالة مستنيك الليلة بعد صلاة العشاء. اديني العنوان وخلصني. يا وردة، أصلي كان عندي ضيوف ومشيتهم على ميعاد. اتفضل. اتفضل. يا حاج أنا جاية لك عشان خاطر أبويا. أبوكي كان راجل طيب، بس مش عارف عامل معايا كده ليه. يا حاج ده المفروض إنك ما تصدقش حاجة زي دي في أبويا. يا حاج ده راجل كبير وما يستحملش ساعة واحدة يتسجن فيها، وأنت بس اللي في إيدك تفك سجنه. إزاي يا وردة؟ تقول للنيابة انك بتنزل عن الفلوس. هتبقى 30,000 جنيه. أنا هكتب لك بيهم وصل أمانة يا حاج. أنت بنت جدعة وعندك أصل. كل مادة بتزيدي غلاوة عندي. من بكرة هنتنازلوا عن القضية. تشكر يا حاج، ده كان عشمي برضه. ولا وصل أمانة ولا تياوله. لا وصل الأمانة ده عشان ما حدش يتعب. عشان إيه؟ عشان إيه؟ بقول لك هتنزل عن كل حاجة. سواي كده وعادي. إن شاء الله تعيش يا ربي. إيه ده؟ يا جمال. كنت فاكرك راجل. لا أنا حاولت أثبت راجل. اوعى يا جمال.
يا بيه دي جات لي والشر بنط من عينيها وصممت تاخد العنوان. احنا هنكتبه ليه؟ النيابه بتحكي في الحج. اعتقد يا فندم انا ليا صف اصرار متوفره لدى الكهنه. شكرا. اتفضل استاذ. ايه اللي وداك بيت سلطان يا راجل؟ كنت فاكراه بني ادم وهيقف جنب ابويا اللي بيشتغل عنده طول عمره. دي جت البيت سكرانه حدة القاضي. حرام عليك، كفايه اللي حصل لي، حرام عليك كفايه. وايه اللي خلاها تضربك بالسكينه؟ لما زعت لها على اللي كانت عاملاه في نفسها، فكرتني مش هتنازل عن قضيه ابوها، ضربتني بالسكينه. في النار اللي مسكت فيها. كذاب كذاب والله كذاب والله كذاب. بعد سماع اقوال النيابه والدفاع والاطلاع على ما ورد، حكمت المحكمه حضوريا على المتهمه ورده مدبولي عبد الفتاح بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. حكمت المحكمة حضوريا عن المتهم مدبولي عبد الفتاح احمد بالسجن لمدة 5 سنوات. المحكمة حضوريا عن المتهم ابراهيم فتحي. اللي مصحيك دلوقتي يا وردة؟ اللي بيه صحيني العمر كله. انت لسه بتفكري في سلطان؟ مش بعيد بعد اللي عمله يكون له يد في موت جابر وفي سجنك وفي سجن ابوكي ورماكي زي الطير اللي مقصوص جناحه. ما تزوديش النار اللي فيا. قومي نامي يا استنركس. انام؟ ده انا بقالي 6 ايام صحي علشانك انت. عشاني انا؟ من يوم ما جيت هنا حسيت اني لقيت حاجة كانت غايبة عني. معلش. هانت يا بنتي. بخار الغسيل بيتعب صدري. ارتاح انت. ارتاح. انت ناسيه ان احنا مساجين وان الراحه مش في ايدينا. انا هعمل شغلك. اه يا Yeah.
نرجس؟ بس نقضوها عننا وتودوها مبطنة، احنا ناقصين قرف. طب اتخانقي انت ونامي. بس يا اختي، مين عزة دي؟ عزة دي بنتي، كانت ضحية زيك، قدمت الحب كله وتردي لها غدر وخيانة. جوزها ما كانش انسان طبيعي، بعدين اتحملته فوق طاقتها لحد ما خلاها انتحرت. بنتي الوحيدة ماتت في عز شبابها. لازم يموت، كان 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 لازم يموت. ورد، ليكي حق ترفضي تقابليني يا ورد. ولما انت عارف جيت ليه؟ أنا غلطت في حقك يا ورد، بس هيجي الوقت اللي تعرفي فيه إن اللي حصل ده كان غصب عني. يعني كنت عارف إن خالك ظلم أبويا وسكت؟ سكت بفلوسه ولا خوف منه؟ مش وقت العتاب دلوقتي يا ورد، أنا جاي نستسمحك ونمدلك إيدي. ما أنت مديتها قبل كده وصدقتك وما صنتش العهد، أنا ما عنديش استعداد نمدوها تاني. عندك حق يا ورد، بس هيجي اليوم اللي هتعرفي فيه كل حاجة وساعتها هتعذري. أنا ماشي يا ورد. بالحق عم بولي بيسلم عليكي. انت شفته؟ ايوه، انا كنت عنده امبارح وبيقولك شد عيلك هو بخير. يبقى لازم عيان، ده ابويا وانا عارفاه. هتعيلي بس، الراجل بخير وكل همه انه يطمن عليكي. حبيبي يا ابويا، أنا ما غلطتش في حاجة. أنت عملت أكبر غلطة في حياتك. إزاي بني آدم تسمح لنفسك وتزور راجل سرقني؟ إزاي جالك دم وتزور البنت اللي حكمت تقتلني؟ دي كانت بتدافع عن شرفها. أيوه أيوه، اظهر على حياتك، اكشف ورقك، لكن ده بعدك. معلم سلطان أبو خميس عاش طول عمره سلطان أبو خميس وهيفضل سلطان أبو خميس، وإذا كنت خدت لك عمليتين ثلاثة لحسابك لازم تفهم إنني فوتها لك بمزاجي. لا مهما كانت الحالة، ابن أختي والخال والد. خلاص خلصت كلامك. مش عاوز اسمع منك ولا كلمة، اتفضل. استنى، مش عاوزين نسمعه مرة تانية انك هوبت ناحية الناس دول. لا احنا من توبهم ولا هما من توبنا. اتفضل. مش هشوف وردة بنتي يا بيه. يا مدبولي ده قانون، مش ممكن ابدا. اعمل معروف يا بيه، ده الطلب الوحيد اللي مطلوبه منك. انا حاسس ان اجلي قرب.
ونفسي نفسي اشوف بنتي ولا مرة واحدة. مفيش أي قانون يخليني أعمل حاجة زي كده. يعني مفيش أمل؟ خلاص. كتر خيرك يا جميل. تعالي يا وردة. تعالي. نعم. هتخرجي تشوف أبوك. أبويا. روح يا وردة. روح. روح يا حبيبتي روح يا مرة. أبويا 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 رد عليا رد عليا ماما رد عليا يا ماما كلمني ما تسيبنيش أبويا أبويا رد عليا هو كان نفسه يشوفك قبل ما يموت اي حاجة قلتها لك بخصوص حكاية جوازنا دي الدنيا دي كلها تلهيني يعني. بص يا وردة الورقة دي فيها عنوان حطيها في عينيك خدي ويوم ما هتخرجي بالسلامة هتلاقيني في انتظار على السلامة يا استهانة كانت غيبة طويلة يا استهانة بس السنين ما غيرتش منك كتير ولا انت يا سلطان كفارة على الزمن الوحش يا ريت كنت قلت لي يا استهانة كنا نديله بدالك ولا كنا معاك حد من صبياننا يتوهون يخلصوا منه ارجوك كفاية مش عايز اسمع سيرة الموضوع ده تاني طب ما يلزمش ايها خدمة تاني متشكرة اذا عوزتك هبقى ابعتلك عن اذنك استيان عن اذنك
حاجة. تعالي يا وردة. ست نرجس تعالي يا وردة اطلعي يا حبيبتي. الحمد لله على السلام. الله يسلمك يا ست نرجس. انت مستغربه؟ بصراحه اه. يعني انا كان لازم اقول لك اني غنيه وعندي وعندي وعندي. كفايه انك هتكوني عندي. اطلع يا قسطى لو سمحت. زكية نفذي اللي انا بقولك عليه. عجبك بيتي ماما؟ هي السرايا دي بتاعت حضرتك؟ حضرتك ده ايه؟ وردة انا نرجس حبيبتي نسيتي ولا ايه؟ يلا يلا اطلع على اوضتك. اوضتي انا؟ طبعا اوضتك انت وكل حاجة في البيت ده بقت ملكك انت. انت هتفضلي معايا هنا على طول مش هتسيبيني ابدا. بس انا مشواري طويل قوي. معايا انا هتحققي كل اللي انت عايزاه. لما صدقت اني لقيت بنتي اللي راحت حبيبتي. حبيبتي يا بنتي. بقى لا يا لعيب انا عايزك ترتاحي وتاخدي راحتك وتلبسي اللي انت عايزاه. من بكره بقى نبدا مشوارنا. ها فين بقى؟ أنا مش قلت لك يا ماما 100 مرة بلاش حكاية المراية دي؟ ده ما تشيليش همه وخلاص هيروح. المراية دي ما تمسكيهاش تاني، هي حبيبتي؟ أمنت ليكي عندي حتة دين مفاجأة. أغمض عينيا؟ لا 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 لا. دي مفاجأة لازم تفتحي لها عينيكي قوي. بس توعديني إنك تمسكي أعصابك علشانك وعلشان. إيه هي المفاجأة دي؟ انت تعرفي هو سبب المصايب اللي دخلت السجن.
هو اللي عرفنا على جوز بنتي، مع انه عارف عنه كل حاجه. يعني كنت تعرفي؟ طب ليه ما قلتليش؟ كنت عايزاني ازودك هم على همك. مش ما افرض انك عرفتي، كنت هتقدري تعملي ايه وانت في السجن؟ كنت هتريحيني، كان ممكن اخسرك، واحنا الاتنين محتاجين لبعض. كفايه عليا انك هتعوضيني عن احلى كلمه في الدنيا. دلوقتي بقى هنبدأ سوا مشوارنا مع سلطان. عندي عرايس للجواز، اللي كانت عندي راحت بسببك. اتفضلوا يا رجالة. بنت اختي هي كانت عايشه بره وجايه تقضي معايا يومين. البلد وعلاها منورين بست الكل. ميرسي. اتفضل يا معلم، اتفضل. ايوه، ايه الحلاوه دي كلها يا استاذ عادل؟ ايه
الاكل صاحب جابر جوزي وابو العيله اللي معاه ده بتاع الفراخ اللي يوم استلمها جابر قتلوه. دلوقتي بس اتاكدت ان عادل له يد في كل اللي حصل لجابر. اوعي تتصرفي اي تصرف يضيع كل اللي عملناه. مفيش حد فيهم شك ولو للحظه واحده انك ورده. انا مش عايزه كده يا بنتي. ما تخافيش. ايه الحكايه؟ انتوا شايفيننا قاعدين تتكلموا؟ اقول لك ايه يا سيدي نرجس؟ ما تيجي نكملوا السهره بره عشان نحتفلوا بست الكل اللي نورتنا. بتقعد مع صافي انت يا معلم. اتفضل. اهلا. انت اسمك ايه؟ اسمي سلطان ابو خميس. ابو خميس ولا ابو جلام؟ حلوه دمك شربات. بقول لك ايه؟ تيجي نعزمكم بكره نفرجوك على اسكندريه وناكلكم اكل سمك معتبر على البحر. بس انا مش فاضيه بكره يا معلم. خليها بعد بكره. يمكن شربات. راحت بسلطان قاعد هنا وسيبنا لوحدينا. يا خبر. اتفضل يا معلم اتفضل. مش كويس. اتفضل. وراه رايح عاوزين مني ايه؟ قاعد لوحدك ليه؟ اصلي ما بحبش الدوشه. شكلك رايق قوي وانت جميله قوي زياده عن اللزوم. ميرسي. عن إذنك. جيب البحلالي ليه؟ سامحني يا بطة وجابر. أنا خرجت عن توبي لأجل ما وفي الدين اللي عليا وانتم لكم وعهد عليا إن محد حيمس شعرة مني أبدا أبدا. شبع حلوة. ما بشربش يا سوسو. سوسو حلو قوي من فمك دي. يسلم حنكك. عجبتك قوي. حته سمك بقى اتجنن. ما باكلوش يا سوسو كل انت. طيب تاخدي كبرياح تجنن. ما بحبهاش يا سوسو كل انت. مليانه بطارخ دي. ما بحبهاش. طيب. طب كلي جمبري. ما بحبوش كل انت. لا بتاكلي ولا تشربي وعماله تبصيلي. انت متضايقني ببصلك؟ خلاص يا سيدي هخبي عينيا. لا بصيلي بصي وانا بديك الساعه لما صفينا زهانم تبحلق فيا. لا انا هناكله ولا هنشربه الا مره بتبصيلي كده ليه؟ ايه؟ في حاجة غلط؟ لا أبدا أبدا. يوه أني في حاجة غلط ولا علشان خلاص يا ست من بكرة هنبقوا على فرانك على آخر. برافو يا سوسو. يا سلام سوسو دي هتجنني. سوسو دي. بعدها معاك يا صافي. في ايه يا سوسو؟ حلوة طالعة من بوك زي الشكل. يا ريت كمان تبطلي بحلاق فيا. اصلي معجبة بيك. لا اذا كنت معجبة بحلاقي على كيفك. بس يا خسارة. ايه مش لاقي عليا الافرانكة ده؟ لا لا بالعكس ده انت زي القمر كده.
بس اصل كلها كام يوم ومسافره راجعه تاني. ليه حد زعلك هنا؟ لا ابدا، بس اصل فلوسي وحاجتي وبيتي وكل حاجه هناك. هنا موجود زيي واكتر كمان. اصل بصراحه ما اتعودتش اعيش مع حد. هلا ويا نرجس، احنا بدي اعتبر حد هي مش خالتك؟ اه طبعا، بس انت عارف الواحد برضو لما يكون عايش لوحده بياخد حريته اكتر. بيتي تحت امرك، فيلا انا ايه؟ بس انا بقى زي الفريك، ما احبش الشريك. جبتلك بيت لوحدك ساعتها بقى افكر اقعد. انا قدامي فيلا للبيع، انما ايه من بكره اشتريها لك. ايه ده من غير ما اشوفها؟ انا تحت امرك، انا خدوك تتفرج عليها. طب اسمع، انا عندي فكره. ايه رايك انت تديني الفلوس وانا انزل ادور عليها بمعرفتي انا وطنط؟ وانا شكايتي تحت امرك. بس بشرط الفلوس دي سلف لغايه ما تيجي فلوسي. سلف ده ايه؟ ما بين الخيرين حساب. اتفضلي. ميرسي قوي. ما تيجي تعلميني الرقص. خليها لما نبقى لوحدينا في بيتي الجديد. مش ممكن، ازاي اوافق على انك تقعدي في بيت لوحدك؟ يا امي يا حبيبتي، هو مش دخل ابويا السجن ظلم عشان 30,000 جنيه؟ انا بقى دفعتهم له بحكايه الفيلا دي 300,000 جنيه. مش كفايه ده مال الدنيا كله، ما يسواش ليله واحده في سجن انسان مظلوم. يا امي يا ست الكل، مين اللي قالك ان انا هشتري بالفلوس دي فيلا؟ وبعدين هو معقول؟ هو في بنت تستغنى عن امها؟ مين هيحميني؟ هلاقي فين الصدر الحنين اللي يضمني ليه وقت الشده؟ حبيبتي امي. نعم يا روح، انا عايزه اقابل عادل. عادل قريب سلطان؟ لو وصلت لعادل هيبقى ده الكارت الكسبان. ورده، واخرة اللي بنعمله ده يا ماما؟ هتدخل السجن تاني وتضيعي اجمل سنين عمرك. ايه رايك لو نسيب ده كله ونسافر وربنا هو اللي ينتقم؟ امي انت اللي بتقولي الكلام ده؟ انت؟ شفتي بقى ان احنا مش ممكن ننسى ابدا اللي اتعمل فينا. عندك حق، هتقابلي عادل ده ازاي؟ انا هعرف اوصل له ازاي؟ والله يا فاروق بيه انا عملت اللي عليا في الشحنه دي والباقي على ربنا. البركه فيك برضه يا ريس عادل. ما تقلقش يا سعاده الباشا، كله هيبقى تمام وعلصته باذن الله. باذن الله. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا سعاده الباشا. مين منورة يا ست هانم؟ أنت بتشتغل هنا؟ إيه اللي بنشتغل هنا؟ طب اطلبي كده أيتها خدمة وشوفي هنعملوا إيه؟ ميرسي قوي، أصل طنط بتخلص إجراءات عربيتي اللي جاية من بره. ما تنعيش هم الموضوع، الناس هنا كلهم حبايب. مالك يا ست هانم؟ أنا آسفك. طب أكلمك ولا أشوفك إزاي؟ خد، ابقى كلمني في النمرة دي. ايه الحكايه؟ مستنيه طنطتها وبعدين تبص لي وتبهدل فيا وتروح معيطه وسايباني وماشي؟ ايه يا ست هانم؟ ايه؟ اوعى تنسي، اول ما تقابلي عادل تقولي له انت شبه المرحوم جوزي بالظبط، عينيك
شنبك شعرك. كنت بفهم من عينيه هو عايز يقول ايه من غير ما يتكلم. بعدين لما تقابلي سلطان تقولي نفس الكلام، فاهمه؟ طيب يلا. انا بقى دلوقتي سلطان، وريني انت هتعملي ايه. استنى اهو. خالد جودي كان شبهك بالظبط. كميت عنك. وحش. مش كده يا حبيبتي. طب ازاي؟ مش كده يا ورده. اقنعيه اقنعيه يا ماما، يعني قول الكلام. الو؟ ايوه مين؟ لا النهارده مش هقدر. لا قلت لك مش هقدر النهارده. يعني ساعدتك في حاجه يا سفيرة سالم؟ طب 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 ما تزعليش. الف سلامه ليك. نشوفوكي بكره. انا هبقى اتصل بيك. مع السلامه. برافو عليك. تعالي بقى اقعدي عشان افهمك ازاي تكلميه. انا مش عايزاكي تكلميه بالطريقه اللي انت عملتيها. انا كوزما قلبش ماما يعمل كده. لازم تكلميه بطريقه. لا 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 خليكي انت، انا اللي هرد عليك. وبعدين معاك الراجل انت. مين؟ لا او باردون، انا اسفه قوي. اه موجوده دي واحده. حاضر. الو لا ايه الحكايه؟ هو انت كل ما تشوفيني تعيطي؟ ارجوك ارجوك ما تحاولش تفكرني. افكرك بايه؟ ارجوك تصحيني عشان نقدر احنا كمان نصرحوكي باللي حصل لي من ساعه ما شفتك. اللي حصل لك انت ولا اللي حصل لي انا؟ انا اللي غلطانه. انت ايه؟ صعب 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 ان انا اطلب منك انك تكون بديل لواحد تاني. تقصدي ايه؟ انا من ساعه ما شفتك وانت جددت فيا ذكرى السنين اللي عشتهم في لبنان. اول ما شفتك كنت عايزه اجري وراك واقول لك رجعت لي تاني يا خالد. خالد؟ خالد مين؟ جوزي جوزي اللي مات في بيروت. ياي شنبك شنبك شنبك. ماله شنب؟ زي شنبه بالظبط بالظبط. صوتك شعرك كلك على بعضك زيه بالظبط. اه يا حبيبي يا خالد، ده كان كل ما يبص لي من غير ما يتكلم كنت افهم هو عايز ايه بالظبط. قد كده كنت بتحبيه؟ قوي قوي قوي. وانت كمان بتفكريني بواحدة فكرت في يوم الايام ان انا متجوزها. الله يمسيها بالخير بقى، ولا الله يرحمها ان كان ماتت. لا ارجوك ما تحاولش تبرر حكايتي بحكايه زيها. انا ما بطلبش منك حاجه ابدا. والله ده انت حاجه تانية خالص. ده فرق السماء والارض. ده اللي من ساعه ما شفتك وانت خطفتي قلبي. تتجوزيني يا سفناس؟ تقول ايه؟ بقولك تتجوزيني. بيقولوها لك بالاسكندراني وباللبناني لو حبيتي. انا من ساعه ما شفتك وانت لخبطتي كيالي وشقلبتي عقلي كله. قلتي ايه؟ افكر. جرى يا ست كل ما نقعدوا معاك بحلقي فيا. وكمان بتعيطي. جوزي خالد الله يرحمه. الله يرحمه. زي شنبه بالظبط. يا حواجبك حواجبك زي حواجبه بالظبط. كل حاجه فيك صوتك كلامك كل حاجه فيك زيه بالظبط. في حاجه فيا لا يمكن تعرفيها ولا يمكن حاجه زيه كمان. ايه هي؟ مش هقول. لا ارجوك لازم تقول لي. بنحبك. هو كمان كان بيحبني. أنا عادل يا روح قلبي. معقولة؟ بقالي أسبوع عايش على نار وأنت لسه ما ردتيش عليا. لسه ما فكرتيش. سيبني كمان يومين. لا 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 بكرة مش هقدر. ابقى كلمني بعدين. أنت بتكلمي مين؟ ده واحد قريبي كان عايز يشوفني لما عرف إن أنا رجعت، بس أنا ما رضيتش عشانك. قريبك مش قريبك، أنا هنقولها لك كلمة زي ما قلتي لي. أنا زي الفريق ما بنحبش الشريك. أنت هو بالظبط. هو بالظبط. انا كنت بهرب منك عشان اهرب من نفسي.
ما حبتش انك تكون بديل لواحد لمجرد انك شبهه. سد حركة جدعانة وأصل منك، لكن أرمي منين؟ المهم عندي إنني معاك بشحن ولحم. طب أنا عايزة أتفسح بالهنش على البحر. عندي عروس البحر بكرة وهنسقوا السمك شربات. أنت اللي شربات. انت فاجئتني بطلبك يا عادل. عموما ده يتوقف على شعورها ناحيتك. ايوه يا فندم، ما انا كلمتها وهي قالت انها هتفكر، بس انا اللي مطمني اني شبه. شبه مين؟ خالد. خالد مين؟ المرحوم. مرحوم مين؟ جوزها اللي مات في بيروت. لا 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 عرقوش، بلاش السيره دي، احنا ما صدقنا انها نسيت. ما هو احسن برضو لما تنسى. وحضرتك هتطلعي تسأليها دلوقتي؟ ده هي أصلا مش هنا، دي خرجت رحلة في لانش اسمه ايه يا نرجس، اسمه عروسة البحر. عروسة البحر. بتعيطي ليه بس؟ انت فاكرني ايه؟ إذا كنت فاكر عشان شوية الهدايا اللي قبلتها منك والحاجات اللي عملتها لي ممكن تطولني بالسهل، لا. يا بنت الحلال، هدايا إيه وكلام فارغ إيه؟ كل الحكاية إنك محشوشة بنافوخي وأني بريدك. لا، لو جبت لي مال قارون كله وبالحرام يبقى عمرك ما هتطولني. يا بنت الناس، أنت معدنك طيب وكل مادة بتجيدي غلاوة في نظري، وعشان كده أنا بقول لك دلوقتي إن أنا بريدك وبالحلال. نعملوا الفرح الخميس الجاي. عادل، قبل ما اعرف ردك على اللي طلبته منك، انا عايز اعرف تفسير اللي شفته ده. شفت ايه؟ شفتك مع خالي. قال انه بيحبني وعايز يتجوزني. خالي ده راجل قلعبان، ما بيحبش الا نفسه بس، مش بتاع جواز. أنا اللي بنحبك من قلبي يا صافي، ومش ممكن نسيبه ياخدك مني زي ما كان عايز ياخد وردة قبل كده. وردة؟ وردة مين؟ دي حكاية قديمة. المهم انتي عايزة ناني ولا هو؟ أنا عايزك أنت، بحبك أنت، لكن أعمل إيه معايا؟ ولا يهمك مني، أنا اللي يرشك بالمية نرشه بالدم. قد كده بتحبني يا عادل؟ وبيع الدنيا كلها علشان حبيبي. مش دلوقتي. انت لسه صاحية؟ مش جاي لي نوم. ده بكرة فرحك على السلطان. مش عارفة هنعمل ايه بس. بصي، انت تقولي لعادل انك هتهربي معاه قبل فرحك على السلطان، بعدين تقولي لعادل يجي هنا 7:15. ازاي بس؟ اذا كان سلطان هيجي هنا الساعه 7، انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ ايه ده؟ حد يلبس اسود يوم فرحه؟ قومي.
قوم يا شيخ غير دوبك لحسن هنتأخر عن معازيم والفرح، دي هتبقى ليلة من قلب ليلة. أنا مش هتجوز يا سلطان. نعم بصراحة بقى أنا غيرت رأيي ونسيت حكاية الجواز دي خالص. إيه اللي بتقوليه ده بقى؟ اللي أنت سمعته. يعني عازم معلمين البحر ورجالة المينا والفرح عادته منصوبة. لا 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 أكيد أكيد أنت بتهزري. هي كلمة واحدة ومن فضلك سيبني عشان تعرف. استني عندك هنا، إيه اللي بتقوليه ده؟ أنت عندك الكلام ده؟ كلمي أنت إيه؟ أنا حبيت واحد تاني وهتجوزه، شاب من سني مش راجل قد أبويا. جاية تقولي الكلام ده يوم الفرح يا علي؟ ده أنا مش هخليكي محتاجة لحاجة أبدا. أنا ما يملاش عيني إلا هو، وبعدين ده من أكبر معلمين البحر. مين ده بقى اللي من أكبر معلمين البحر وأنا ما نعرفوش؟ عادل. مين سعادل ده؟ أنت؟ لا الظاهر إنكم متفقين مع بعض. المرة دي انت الخسران يا خالي. ما تكلمي انا بسالم. لما خلاص صار يختارك يا سلطان. نعم نعم الله عليك يا معلم. يعني ايه؟ والناس والمعازيم الناس اللي مستنية سلطان وعرضته؟ لا الظاهر انك ما تعرفش سلطان كويس. أنا اللي عارفك كويس قوي يا خال، وعارف كمان إنك ممكن تقتلني زي ما قتلت جابر. وممكن تلفق لي قضية سرقة زي ما تبولي، ولا يمكن تحرق لي زي ما حرقت وردة. ولما أنت عارف كده جاي تقف قصادي ليه؟ عادل طلعه بره. عادل ده اللي فاكراه راجل وبتحتمي بيه يبقى صبي من صبياني. انا مش صبي يا سلطان، انا معلم زي زيك بالظبط. اخرج. انت بتضربني يا سلطان؟ وقتلك لو حاولت تاخد مني حاجه. يبقى لازم العروسه وخالتها يعرفوا انت مين ويعرفوا هم هيناسبوا مين. قول لهم انت مين يا سلطان؟ قول لهم انك انت الخرتيت عارف انا اصبح حسابة المخدرات. ايوه انا الخرتيت اللي مدوخ البوليس وراه. انا اللي قتلت جابر لما كان هيكشفني في اكبر صفقه ترايين دخلتها البلد. انا صفيناز هانم اقتل القتيل وامشي في جنازته. انا بقى يا سلطان اللي هقتلك وامشي في جنازتك. انت يا صافي؟ انا مش صافي، أم عيون خضر اللي الحقد نستك لونهم. أمال أنت مين؟ أنا وردة يا سلطان. وردة؟ أنت وردة؟ أيوة وردة يا سلطان. وردة اللي حرمتها من أبوها وحرمتها من جوزها وشوهتها وخلتها تقضي احلى سنين عمرها في السجن. ورده. ورده يا عادل، ورده اللي حطت ايدها في ايدك وخنت العهد عشان تعمي عينها عن اللي قتل جابر. جابر صاحبك يا عادل. ايوه انا كنتش اقدر اتكلم، لكن الحب ليك خلاني اتكلم. حب؟ اخيرا وقعت يا خطيت. احنا متشكرين يا هانم على مساعدتك ليه. حط كده كلبشات. ده ميت يا فندم. لا 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 لازم تعيش، لازم تتعذب. رد عليا، لا ارفض.